قلتلك كاين نهار دخلنا الكاباري صغار حبينا نديكوفريو في هذا الموند اللي صاري صاري فتكون فوفولي تتسرع وديماري شفنا برا ناس لاباس خلي مكاري بفيراري نهار دخلنا ديكوفرينا ناس ماشي تاع نهار اللي محطهم في الكونطوار اللي فرحاني ديفولي ديكوفرينا باللي كاين ناس اف ميروار باش نحكي لك ليستوار راح نطول ديزولي بزاف لي كا كانوا قدامي دي سيني لي بالرحب عبد خشين واللي طور سكيمي بنات اللي لي طورو بيك وانت ساوم مميز وباش تجيب اللي راك حاب خرج باكي وفريمي حتى بانت لي وحدة من وحد الكوتي بان حشمانة وجديدة وشنو قمة في لابوتيك خرني الشيطان وحبيت عليها نصوتي قلت نروح معاها نقاشح ونجري لها زربوطي نهار الحق لقيتها صغيرة حسيت روحي شغل فوتي قلت لها معليش نهضرو دارت قالت لي اوكي ثم ولا لي العقل قلت وش راني ندير هنا وشكون هذي وشكون هذا وبقيت معاها مبلوكي قالت لي لا جيت تشوف قبلك شافوني بزاف واذا جيت تفري صلاحك هاول فري وبلا تشناف قالت لي الخلاص بقيني ذا اللي تجيب خفاف قلت لها خليني نهضر ما ندي من وقتك عام ثم قالت لي وش راك حاب انا قلت لها نحكو قالت لي ما رانا صحاب باش نقعدو نضحكو قلت لها معليش صبر راح نعطي لك حق الضر واش عطلتك راح تخلصي قالت لي كفيني صبر خر لي شم ترطافك ثم قلت لها وش جابك يا طفله وين كانوا داركم وراهم احبابك بنتي لي جايه للدنيا والدنيا عليك صعابت هذه بلاصه ماشي تاعك حتى الضحك عليك غابت قالت لي يا وليد الناس اللي كيما انا هنا بزاف علاش راك حاب تعرف حكايتي منك بداني وسواس قبل ما نعيط للفيدور قبل ما نبدا معاك الدواس قلت لها غير كاني روحك غالي انا ما نرخاص قلت لها في وجهك خوف وجه الخروف معروف راكي هنا يا جديده ماشي وجه التعلي الزهرو ما فيكش من بالي سار اللي عليهم يظهروا جات مع في عينيها ونشف الدم في العروق قالت لي عندي شهرين اللي كنت عايشه في الدار كنت لاباس عليا وكيما كاع الناس نشوف النهار كنت لاباس عليا نقرا في الجامعه واللي صار سيك عرفت واحد العبد وصلني للانتحار كان وعدني باش يجي يديني على سنة الله كنت نحبه ولا بريف ضربت ربع سنين معاه كان مسكني الامان وهكا عامي طبع عام وعندي خاوتي بزاف بلا ما نحسب شحال حتى جاني واحد النهار قال لي نوريك للدار كانت فيا فرحه كبيره كيما تشوف دراري صغار قال لي رواحي غدوة صباح لبست مليح ركبت الكار لحقت الباب فتح لي قال لي دخلي ثم بدا الكوشمار لا بابا لا يما لقيت صحاب ويستناو خفت وجيت نروح للباب زوج بداو يتناو بلا ما نكمل الحكاية داولي كانوا يتمناو وانا غارقة في دموعي دمي سايل وتهنا ونهار طلقوني بداني شوك وخايفة نحكي للدار خفت النظرة تاع الناس مور ما صار اللي صار خفت يقولوا هذه هي الطفلة اللي جابت العار في سكاتي نتخبط وفي قلبي كاين نار مور ما فاتو شي مات جاتني الكارثة الكبيرة كانت كاينة روح في كرشي وانا اللي ما جبت خبر نهار ما صرالي كي البنات ثم انا يبدتني حيرة حتى طريق الجينيكو كل مشيتها على الجمر نهار اللي قال لي حسيت باللي حياتي راح تخلص ثم الحالة بدت تصير والحيلة ما بقت في الراس انا كرهت واش ندير صغيرة ما نعرف نسير حكيت السر لصحتي اللي ما خلاته في بير بدت تعاود الهضرة وتتبدل النظرة وانا غير نبكي من الخوف دمعتي ولات حمرة جا الخبر كيما النار والحق لخويا الكبير جا للدار باش يقتلني وانا قتلتني حسرة نهار دخل قلتلو كذبوا عليك مازالني عذرة غدوة رجلي على رجلك الطبيب نشوفو واش صرا ثم قنعو كالما روحو وانا نستنى في الليل نقدو الدار فكي كابا ونكنت رايح عالقدرة بديت نبات في ليزوبار شو سياقة في الحمام ونخمم في كرشي بديت نفخ يبدا البروبلام بديت نخمم نطيح البيبي بديت ندير الحل ندرهم اللي كانوا عندي ما يكفونيش كومان وخممت نجي لهنايا نجمع صوم ونفريها وبانت لي واحد الدار قلت نديرها ونكريها نهاري الاول خفت البلاصة بهاد الناس اللي فيها شفت وحدة تبان قديمة داوني رجلي عليها حكيت لها الحكاية عطات لي دراهم طيحتو مي لازم نرجع لها العطل عليها سلفتو خدمت بيا شيامات عطات لي الغبرة والحكايات حكمتني من اليد اللي توجع بيها ما نقدر ندوب قلت لها علاش ما شكيتيش فانا هنايا ما جيتيش فان ما زالك في دارك علاش ما ايفيتيتيش ردت لي حتى كي نقول هذا الشي ماشي مقبول واش داني دار السيد تاخر في خوتي مهبول قالت لي في المرة الجاية هضر معايا في المعقول قلت لها كملي الحكاية ما راح نقطع لك القول قالت لي ولي طاديك تونسني في بزاف وليت نخدم على البيضة وما نولي للنشاف غيري رديت لها دراهم ما زالني طفلة ونخاف فوكش وكري قتلوني لو كان نهرب من الكتاف بقيت نشوف فيها ساكت وما لقيتش واش نقول نات الناس لحقوا هنايا قولي شكون المسؤول شحال من وحدة كيما هي برك مساكن ما يحكوش والناس تحكم غيب العين خاطر منها ما سمعوش علاش ما كاش اللي يصلكها مات الشي اللي راي فيه علاش ما كاش اللي يحبس لها الشي اللي راي تسني فيه علاش ما كاش اللي يسعفها ويصوفيها ما بلي فيه علاش ما كاش اللي يسطرها ويقبل بها بدي فيه مور ما سمعت عفت الدنيا وهي عيفتني المكان هذه حكايتها فكرتني باللي انا ثان انسان مور ما رحت وخليتها وانا عايف هذا الزمان الله يعفو على جميع واحد ماشي في الكوتي العيان وصاي